السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نحكي عن الخيمياء والهرمسية والثيوصوفيا والنازية والسجلات الأكاشية والقبلاء والطاوية والدين والأفكار الإلحادية. هذا وأكثر في مراجعة أنمي فول ميتال ألكيميست براذرهود أو الخيمياء المعدني. المراجعة اللي راح تركز على الرسائل والأفكار ذات البعد العقائدي الموجودة في الأنمي، بالتالي ممكن نحرق كثير من الأحداث. ورح نحكي باختصار ليه مهم أصلا مراجعة العقائد الموجودة في الأنمي. فأهلا بكم. فول ميتال ألكيميست براذرهود هو الأنمي صاحب المركز الأول في أكبر قاعدة بيانات الأنمي والمانجا ماي أنمي ليست. الأنمي من إصدار عام 2009 وبيحكي عن الأخوين إدوارد وألفونس إيربريك اللي حاولوا يستخدموا الخيمياء ليعملوا شيء من المحرمات داخل الأنمي، وهو إنهم يرجعوا إمهم الميتة للحياة من خلال عملية تحويل بشري، ومحاولتهم بتفشل وبيفقد إدوارد إيده ورجله وبيفقد ألفونس جسده بالكامل. لذلك إدوارد بيربط روح ألفونس مع درع معدني، وبسبب مهارتهم بالخيمياء بيصير إدوارد وألفونس خيميائيين حكوميين، وبتبدأ رحلة الأخوين للبحث عن حجر الفلاسفة أو حجر الفيلسوف ليرجعوا مثل ما كانوا. الجانب العقائدي بيظهر بوقت مبكر في الأنمي، ففي عملية التحويل إدوارد بيجد نفسه أمام بوابة مرسوم عليها شيء بيشبه الشجرة، وأمام البوابة يوجد كيان مريب بيعرف نفسه بأنه الكون، العالم، الإله، الحقيقة، الكل، الواحد، وأنت. ولكي يتوضح البعد العقائدي في المشهد دعونا نتحدث أكثر عن الخيمياء. الخيمياء هي خليط بين الجانب الروحي الخرافي والكيمياء في العصور الوسطى، وكانت بتهدف لتحويل الفلزات الوضيعة مثل الرصاص إلى فلزات نبيلة خاصة الذهب وابتكار إكسير الحياة، وكمان خلق علاج شامل قادر على علاج أي مرض. وحجر الفلاسفة الأسطوري هو الوسيلة لتحقيق جميع هذه الأهداف. والخيمياء مع التنجيم والسيمياء هي فروع الحكمة الهرمسية. اللوح الزمردي هو أقدم نص خيميائي موجود حتى الآن، وهو نص موجز ينسب إلى هرمس وفي التعاليم الأساسية للهرمسية اللي هي أساس الباطنية الغربية والسحر والخيمياء حسب موسوعة السحر والخيمياء. ومن أهم المبادئ الواردة في اللوح: كما هو فوق كذلك هو تحت، as above so below. وهذا المبدأ هو أساس معتقدات الحلول والاتحاد ووحدة الوجود اللي بتحكي أنه الإله بيحل في الإنسان والكون وكل شيء، وأنه كل شيء في الكون هو تجلي للإله، وبناء على ذلك بيتم تأليه الإنسان. والحلول يعني حلول الإله في الإنسان عبر الاتحاد معه هو الهدف الأسمى في كل المعتقدات الباطنية. وظهرت معتقدات وحدة الوجود جلية في الأنمي في كلام الكيان أمام البوابة وفي عدة مشاهد تانية. Hey brother, have you figured out what teacher meant by one is all and all is one? Let's hear what you've learned about one is all and all is one. All is the world and one is me. All things are made from one and in the end all things return to one. In other words, one is all. Indeed and all is one as well. وبالحديث عن البوابة، فالرسم اللي عليها هو شجرة الحياة حسب معتقد القبلاء الباطن اليهودي، وشجرة الحياة هي الطريق اللي بيمكن الشخص من الصعود إلى الإله بينما لا يزال في الجسد. والفكرة اللي بتقوم عليها القبلاء إنه لكل كلمة وحرف في الكتاب المقدس معنى خفي تظهر بالأنمي بشكل واضح، لما حكى الأخوين إيلريك إنه كتب الخيمياء دائما بتكون مشفرة، وإنه بكتب الخيمياء ممكن يكون هناك تشفير داخل التشفير وتكون الحقيقة مخبأة داخل الحقيقة، بالضبط مثل ما في بالقبلاء روح الشريعة اللي هي الأسرار الخاصة بعلماء القبلاء. وللاستزادة في بوصف الفيديو رابط لحلقة القبلاء وحلقة الغنوصية والباطنية على اليوتيوب، وكمان روابط مقالات موسوعة السبيل للي بحب يتوسع أكثر. دعونا الآن نستعرض كيف المعتقدات الباطنية بتنظر لمفاهيم الذكورة والأنوثة وللشمس والقمر وكيف تم تقديم هذا في الأنمي. تحكي القبلاء أنه آدم القديم كانت تتساوى فيه صفات الذكورة والأنوثة مثل الإله والكون، لذلك تدعو إلى المساواة الكاملة بين الذكورة والأنوثة ليرجع الإنسان لصورته الكاملة وحالته الروحانية المتسامية. وكمان بعض أنواع السحر بتعتمد على هذا النوع من التوازن بين مبادئ الذكورة والأنوثة. وبالحديث عن السحر،
فموسوعة السحر والخيمياء بتصرح إنه السحر في تعامل مع الشياطين، وإنه القابلات جزء من أساس التقليد السحري الغربي. وفي الخيمياء بيمثل القمر القوة الأنثوية والمبدأ الأنثوي للكون، والشمس بتمثل القوة الذكورية والمبدأ الذكوري للكون. وحسب اللوح الزمردي فالقمر هو الأم وبيحكم العالم الأدنى، والشمس بيمثل الأب وبيحكم العالم الأعلى، وبينشأ حجر الفلاسفة من اتحاد الأم والأب. وهذا بيتلائم مع الهرمسية في أنه الإله الخالق بيتجسد في الشمس، وأنه الشياطين بتستوطن في الأفلاك والكواكب وبتحكم العالم الأرض المادي. وكمان هذا بيعني أنه القابلة والخيمياء بتشترك في الهدف النهائي، وهو حالة الخنثة وتساوي الذكورة والأنوثة في القبالة وتكوين حجر الفلاسفة في الخيمياء. وفي الأنمي الأب اللي هو الشيطان وحاكم العالم المادي واللي بيمثله القمر والكواكب رمز القوى الأنثوية، هدفه النهائي هو الاستحواذ على قوى الإله اللي هو حاكم العالم السماوي واللي بتمثله الشمس رمز القوى الذكورية. Join me. Yes, I will no longer be bound to you or your consequences. I'll force you down to this earth and into my bones. You have no choice but to be adored. وكمان تقاطع الشمس والقمر بين قوسين الكسوف واللي تسمى بيوم القيامة كان هو شرط تكوين أكبر حجر فلاسفة، وتم التصريح بأنه الكسوف تمثيل لتداخل الذكورة والأنوثة وتكوين للكائن المثالي بين قوسين الإله. The man in central is waiting for the day of reckoning. Require God, that is impossible. Unfortunately, it is. Given a great enough amount of energy. Wait, what energy? The Philosopher's Stone. بالتالي، حديث الأنمي إنه بداخل كل إنسان هناك حجر فلاسفة ممكن يكون رمزي لندية الإنسان والإله. That's it. I'm a Philosopher's Stone powered by a single soul. لكن ما اكتفى الأنمي بالرمزيات. فإيلريك الإنسان تمكن من هزيمة الأب اللي هو الشيطان، وفوق ذلك اعترف ما ندعوه بالإله بالهزيمة أمام إدوارد إيلريك لما اكتفى إيلريك بأصدقائه وضحى ببوابته إلى الحقيقة ومعها الخيمياء في سبيل إنقاذ أخوه. وللمفارقة اعتراف إيلريك أنه مجرد إنسان مكنه من هزيمة الإله، بالتالي بيكون الإنسان هزم الشيطان والإله. Yeah, I've got your payment right here. So go ahead and take it. You do realize that you'll never be able to perform alchemy again without your portal. You're willing to cast it aside, to lower yourself to a simple human? What do you mean, lower myself? That's the only thing I've ever been. Who even needs alchemy when I've got them? You've done it! That's the right answer! Good job! You beat me! وهذا بيتوافق مع الفلسفة الإنسانوية السائدة، وطبعا مأخوذ من القبالة اللي بتسعى لتعظيم الإنسان وتأليهم. هلا لنشوف ليه الكيان اللي بالأنمي بيسموه الأب هو تمثيل للشيطان، رغم إنه بالخيمياء الأب هو الإله. بيبدأ الأمر بكيان غريب في قارورة بينشأ من دم أحد العبيد، وهذا الكيان بيعرض على العبد إنه يمنح المعرفة لكي لا يبقى عبدا، ومن هنا بيتعلم هذا العبد الخيمياء وعقيدة وحدة الوجود. I'm a slave. I exist today because you gave me your blood. I think I'll give you a name of your own. Theophrastus Bombastus. How about Von? Von Hohenheim. Don't you even want freedom? Let me teach you, Von Hohenheim. One is all. Indeed, and all is one as well. You have passed. You are now an alchemist, Hohenheim. I live as well as I do now because of the knowledge you gave me. And I've also earned the master's respect. To thank you for your blood, I've given you a name. And I've given you knowledge. And now... I've given you a body that will live forever. I'm immortal. وفي الأنمي هذا العبد هو والد الطفلين إدوارد وألفونس، واسمه فان هوينهايم، واسمه مأخوذ من اسم الخيميائي فيليبس أوريولوس ثيوفراستوس بومباست فان هوينهايم اللي كان عايش في القرن 16 واللي امتدحه مانلي هول الماسوني من الدرجة 33 وقال إنه أفكاره استعادت مكانتها في العصر الحديث. وقصة الكيان اللي بيعرض على العبد المعرفة تتطابق مع رواية عبدة الشيطان واللي بيدعوا أنه إبليس أراد منح آدم المعرفة اللي الله حرمه منها، وخصوصاً أنه في الأنمي هذا الكيان كمان بيمنح هوينهايم الخلود. ومن الدلائل كذلك أنه الكيان اللي بالقارورة هو تمثيل لإبليس أنه رفض العودة إلى داخل البوابة، بمعنى أنه له أصل سماوي، بالإضافة إلى أنه شكله الأصلي
بيشبه الأيادي اللي بتمتد من البوابة. Don't do this to me. كمان تمت الإشارة إلى أنه بيشوف نفسه أعلى من البشر، وليكون أفضل منهم فصل عنه الخطايا السبعة وجسدها فيما يسمى هومونكولس، وهم أقوى من البشر وبمثابة أبنائهم، لذلك صاروا يلعب الأب. والأب جعل هومونكولس الكبر على صورته الأصلية لأنه أكثر أبنائه شبه فيه، ولأنه الكبر هو الجوهر الحقيقي للأب. And the mere fact that he took the time and energy to give you his original appearance. That act alone shows how egotistical he truly is. You are the pure essence of your father. بالإضافة إلى ذلك، وصفت الأبحاث المتعلقة بحجر الفلاسفة بأنها أبحاث شيطانية، والسبب غالباً أنه أول من أنتج حجر الفلاسفة كان الأب بهدف الحصول على قوة إلهية في نهاية المطاف. والأب كان في شبابه أشقر، وهذا هو التصور الشائع لشكل إبليس أو لوسيفر في الأفلام والمسلسلات. حتى في مسلسل لوسيفر، ورغم انه لون شعره مش اشقر، لكنه بأحد الحلقات بيلتقي بعبدة الشيطان وبيخبروه انهم كانوا بيتوقعوا انه لون شعره اصفر. بالعودة لموضوعنا، فسبب وصف الشيطان حاكم العالم الارضي بالاب وليس الام كما هو مفترض في الكيمياء، فهذا غالبا من باب تأليه الشيطان، حتى انه هذا الكيان المسمى بالاب واللي وضحنا انه بمثل الشيطان شكله قريب الى تصور شكل الاله في الديانات الوثنية، كذلك الديانات السماوية المحرفة. الرجل العجوز اللي بيرتدي الملابس الفضفاضة الشبيهة بملابس قدماء الرومان واليونان. في الأنمي مصدر الخيمياء هو البوابة، واسمها بوابة الحقيقة، وتسمية البوابة ببوابة الحقيقة في إشارة ضمنية أن القبلة هي الحقيقة. ممكن أنه مفهوم بوابة الحقيقة جاء من فكرة السجلات الأكاشية، لذا دعونا نتعمق قليلاً بمفهوم الأكاشا والسجلات الأكاشية. في التصوف الشرقي والتنجيم، الأكاشا هي الجوهر الروح الخفي اللي بينتشر في كل مكان في هذا الوجود. وتم تقديم مفهوم الأكاشا إلى السحر والتنجيم الغربي بواسطة هيلينا بلافاتسكي، واللي قالت إنه الأكاشا مرتبطة بالقوة الكامنة وراء كل عملية سحرية، وإنه كل ما حدث أو يحدث أو سيحدث في جميع أنحاء الكون، حتى كل فكرة أو صوت أو عاطفة أو حركة، كله بيتم تسجيله بشكل دائم على الأكاشا فيما يعرف بالسجلات الأكاشية. واستخدم رودولف شتاينر مفهوم السجلات الأكاشية بشكل كبير في سلسلة من المقالات في مجالته لوسيفر نوسيز. ورودولف شتاينر تبوأ مناصب عليا في الجمعية الباطنية الثيوصوفية لألمانيا والنمسا قبل ما يأسس علم الأنثروبوسوفي أو علم طبائع البشر. وسبب تشبيه بوابة الحقيقة الموجودة في الأنمي بالسجلات الأكاشية أنه بالأنمي الأجرام هي كائنات حية، أو بالأحرى نظام عصبي بيسجل كل المعلومات منذ بدء التاريخ، وداخل البوابة تضغط في عقل الخيميائي المعرفة الخالصة حول العالم والكون والخيمياء وكل شيء حتى يصبح جزء من التدفق. فأي خيميائي بحاول القيام بعملية تحويل بشري يعني إحياء ميت بيتم استدعاءه أمام البوابة وبيواجه ما يعرف باسم الحقيقة. وبعد ذلك تفتح البوابة وبتظهر عين واحدة ضخمة تشبه العين التي ترى كل شيء في الماسونية، واللي بيزعم الماسونيين إنها رمز لعين المهندس الأعظم أو عين الكون العظيم. وبعد ذلك يتم سحب الخيمياء إلى داخل البوابة. This planet of ours. Have you ever considered the possibility that it might in fact be a life form? Actually, it would be more accurate to refer to it as a vast nervous system, one that's retained its every memory since its inception and has witnessed the universe unfold. Just think of the massive quantity of information that such a system would hold. But an even better question: how much power could one gain if they opened that system's gateway? Have you ever considered that? Think about it. ومع ذلك فالخيميائي لا يمنح إلا قدر من المعرفة بيتناسب مع ما يتم التخلي عنه من رسوم لعبور البوابة. وإذا نجا الخيميائي بعد المرور عبر البوابة بيرجع لجسده الفاني بعد أخذ الرسوم كشاهد على الخطيئة. والرسوم اللي بتأخذها الحقيقة هي العضو أو الطرف المتعلق برغبة الخيميائي واللي بسببها حاول إحياء الميت. مثلا اللي أرادت إحياء ابنها الميت فقدت رحمها وأصبحت غير قادرة على الإنجاب.
يعني الحقيقة واللي بتمثل الإله بتعاقب اللي بيحاول يلعب دور الإله من خلال استغلاله لقوى الخيمياء واللي بتمثل المعرفة حتى لو استغل هذه القوة مجبرا دون إرادته. بالتالي ظهرت الحقيقة أو الإله الذي اعتاد الناس عبادته على أنه كيان قاسي وظالم. وبنظر الأب طموح هذا الكيان هو فقط أنه يجعل الناس يعانوا، وهذا الكيان أصلا يعرف نفسه بأنه ما يعطيك اليأس المناسب لكي لا تتبجح. The truth can be such a cruel thing. Humans who would dare to play God must pay a steep price for their arrogance. That is the way of the universe, the natural order imposed by the very thing you claim to worship. That is truth. To force someone to participate in human transmutation against his will and then steal his eyesight? You think that's justified? That isn't a truth I'm willing to accept! وهنا ارتباط وتعاطف واضح مع إبليس المطرود من الجنة. But why? I just wanted to understand his worth knowledge! I wanted to experience it! Free! I just wanted to be free! I don't know! I only wanted to obtain perfection! I wanted this world's knowledge for my own! Why should I be punished for that? What's wrong with craving knowledge? What's wrong with seeking perfection? Well, speak! What are you anyway? Do you even have a name? Who the hell do you think you are? I'm the truth of your despair, the inescapable price of your boastfulness. And now, I will bestow upon you the despair you deserve. Don't do this to me! I can't go back! Please stop! I can't bear to be bound any longer! This despair is reserved for the boastful. What did I do wrong? What should I have done? مثل ما حكينا، الكيان المريب أمام البوابة بيعرف نفسه بأنه الكون، العالم، الإله، الحقيقة، الكل، الواحد، وأنت. وبعد ما ذكرنا عقيدة وحدة الوجود الموجودة بهاي العبارة، رح نركز هلأ على الإله الحقيقة. وبتتجلى معنى هاي العبارة في شعار جمعية الحكمة الإلهية، الثيوصوفيا. فشعارها لا دين أسمى من الحقيقة. وهلينا بلافاتسكي عنفة الذكر هي مؤسسة الثيوصوفيا. لذلك دعونا نتحدث قليلا عن الثيوصوفيا ومؤسستها هيلينا بلافاتسكي قبل أن أوضح أكثر أدلة ارتباط الثيوصوفيا بالأنمي. تتجلى في كتابات هيلينا بلافاتسكي رسالة وحدة الأديان وأن جوهر الديانات واحد، وهذا بدوره بيميع الحق. ورسالة وحدة الأديان بتهدف بالنهاية لإعادة صهر الأديان في دين عالمي واحد لعبادة لوسيفر حامل الضياء اللي بيزعموا أنه أراد منح المعرفة للإنسان. لذلك لوسيفر بنظر بلافاتسكي مستحق للعبادة أكثر من الإله الخالق. ومن منظور فيوصوفي الحقيقة ممكن أن تمثل الموناد واللي بيمثل الأجسام العليا وذات الطابع الروحي من أجسام الإنسان السبعة في المعتقد الفيوصوفي. فحسب بلافاتسكي الموناد إله بحد ذاته وهو الجزء الخالد من الإنسان، وجميع الكائنات بغض النظر عن المكان والتعقيد توصلها المعرفة من الموناد. ومن الأدلة كمان على ارتباط الأنمي بالثيوصوفيا إنه رمز الأوروبوروس الموجود في شعار الثيوصوفيا واللي بتقدس الحقيقة هو في الأنمي اللي بيميز الهومونكولوس أبناء الأب القادم من بوابة الحقيقة. الصليب المعقوف في شعار الثيوصوفيا ليس هو الصليب النازي، فهذا بيدور إلى اليمين وبيرمز إلى القوى الديناميكية للخلق. أما الصليب النازي فبيدور لليسار وبيرمز إلى قوى التدمير. والصليب النازي كان رمز جمعية ثول السرية، وهي جمعية ألمانية اثنين من أعضائها اللي هم أنتون دريكسلر وكارل هارر أسسوا حزب العمال الألماني واللي عرف لاحقا بالحزب النازي. وهتلر نفسه كان عضو في هذه الجمعية أو على الأقل ربطت فيها علاقة وثيقة. فدريكسلر ساعد هتلر في بداية انضمامه لحزب العمال، بالإضافة لأنه ديتريخ إيكهارت معلم هتلر وأحد مؤسسين الحزب النازي كان أيضا عضو في جمعية فول. الأنمي له نسخة صدرت عام 2003 تحت اسم فول ميتال ألكيميست بدون براذرهود، ونسخة 2003 كانت مقتبسة من المانجا لكن غير مطابقة لها على عكس نسخة 2009. وفي فيلم فاتح شمبالا تابع لنسخة 2003 كان هناك دور رئيسي لجمعية فول. فالفيلم وقعت أحداثه في عشرينيات القرن الماضي في ألمانيا، وكانت الجمعية هي الشرير الرئيسي في الفيلم. ورئيس الجمعية كان اسمها ديتليندي إيكارت نسبة لديتريخ إيكهارت يعني في الذكر. ومدينة شمبالا هي مدينة أسطورية أثيرية في المعتقد الثيوصوفي.
وحتى في الأنمي موضوع حلقتنا والصادر عام 2009 هناك إشارات للنازية، فمنصب القائد الأعلى للقوات هو فهرر، وهي كلمة ألمانية بتعني قائد ومرتبطة بالنازية وهتلر. وفي الأنمي صاحب هذا المنصب عمل محرقة وأباد سكان الأرض المقدسة المتدينين البسطاء، مثل ما هتلر عمل الهولوكوست. الثيوصوفيا أسهمت بنشوء حركة العصر الجديد، ولحركة العصر الجديد دور كبير في انتشار اليوغا وما يسمى بعلم الطاقة القائم على الفلسفات الشرقية، وهذا ما لم يخلو منه أنمي فول ميتال ألكيميست براذرهود. فحسب موسوعة السحر والخيمياء، مثل ما في خيمياء غربية في أوروبا فكذلك في خيمياء شرقية في الصين، وركزت الخيمياء الصينية القديمة على تقنيات التأمل والتنفس، ويعتبر لاو تزو أبو الخيمياء في الصين القديمة، وهو صاحب كتاب تاو تي تشينغ، العمل الباطني اللي بتقوم عليه الطاوية. تاو يعني الطريق، وهي الحقيقة المطلقة اللي بيتم التعبير عنها من خلال مبادئ الذكورة والأنوثة اليانغ واليان على التوالي. وهنا تشابه واضح بين المعتقدات الباطنية في الشرق والغرب، ومثل الهرمسية تعتبر الطاوية الإنسانية بمثابة صورة مصغرة للعالم السماوي، والعملية الخيميائية بتكون للتنقية الروحية للتمكن من الاتحاد بالمطلق من خلال التأمل اللي بيعمل على توزيع الشيء أو الطاقة في الجسم وتنقيتها. وفي الأنمي الخيمياء المستخدمة في دولة تشينغ واللي بتمثل الصين مختلفة عن الخيمياء اللي بيستخدمها أبطال الأنمي في دولة أماسترس الساحة الرئيسية للأحداث. والمقاتلين بدولة تشينغ بيعتمدوا على نبض التنين وتدفق التشي، وبيعرفوا التشي بأنها الطاقة الموجودة في كل الكائنات في هذا العالم. Every living person emits a flow of chi. This dragon pulse business is especially confusing. It's about the chi of the land. What do you mean by the chi? Basically, it's an energy that exists in all things in this world, like rivers of power flowing through it. Those rivers are far-reaching. They touch everybody and everything. هلا ممكن يطرأ تساؤل. أنا بتابع الأنمي بهدف المتعة، ما بعرف شيء عن المعتقدات الباطنية والثيوصوفيا والهرمسية وكل هاي الأشياء، بالتالي هاي الرسائل والرمزيات ما بتعنيني وما رح توصلني أصلا. هلأ تأثير المواد المرئية، الأفلام والأنمي والمسلسلات والصور عموما تمت مناقشته بعدة كتب ومقالات وفيديوهات، وبوصف الفيديو في رابط لكتاب قوة الصورة، وكمان في رابط لمقال على موقع السبيل متعلق بالأنمي تحديدا. لكن باختصار، تغلغل المعتقدات الباطنية والشيطانية في أنمي ترفيهي بيأكد إنه ما في عمل هدفه فقط التسلية والترفيه، وإنه صاحب أي عمل بيحاول من خلال أعماله إنه يعرض أفكاره ويقدمها ويطبع المشاهد معها. فمتابع هذا الأنمي رح يكون على ألفة مع أفكار مثل وحدة الوجود ورموز مثل شجرة الحياة، ونظرته إلها رح تكون إيجابية جدا لأنها مرتبطة بالأنمي اللي بيحبه، وممكن خاصة إذا كان أوتاكو إنه يدافع عن هاي الأفكار لأنها كانت على لسان شخصية هو متعلق فيها، خصوصا في ظل السيولة والنسبية المطلقة اللي عم نعاني منها في الطرح ما بعد الحداثة. وإذا وجد هاي الرموز والأفكار بأي مكان رح يقبل عليها بحب وحماس واستمتاع، فكيف إذا صادف فلسفات وعقائد قائمة أصلا على هاي الأفكار وبتقدس هاي الرموز؟ ومع كل ما ورد في الأنمي من عقائد شيطانية قد تكون مبطنة، هو كمان لم يخلو من الطرح الإلحادي والصريح جدا أحيانا. بالإضافة للي ذكرناه عن إنه الأب الشيطان قدم الخيمياء كممثل للعلم والمعرفة، فشارة البداية في الأنمي بتبدأ بالخيمياء، علم فهم وتفكيك وإعادة بناء المادة، وراح نركز على الكلمة الأولى علم. ففي الأنمي الخيمياء عملت كممثل للعلم، واللي بيمارسوها كانوا بيقوموا بأبحاث وحسابات وبيستخدموا المختبرات كمان. بالإضافة إلى إنه بطل الأنمي إدوارد إيلريك حكى إنه البشر شيء رخيص، مجرد مواد كيميائية يمكن شراءها ببعض الفك، وهذا بذكرنا بكلام هوكينج عن إنه البشر مجرد غبار كيميائي. Water 35 liters, carbon 20 kilograms, ammonia 4 liters, lime 1.5 kilograms, phosphorus 800 grams, salt 250 grams, saltpeter 100 grams, and various other trace elements. That list represents the complete chemical makeup of the human body for the average adult. Did I mention all those ingredients I read off? Down at the market, a kid could buy every one of them for the spare change in his pocket. As it turns out, humans are pretty cheap. وبطل المسلسل صرح بأنه ملحد وبيحكي You have to understand, alchemists are scientists. We don't believe in unprovable concepts like creators or gods. We observe the physical laws that govern this world to try to learn the truth. وهذا مطابق لشعار العقيدة الثيوصوفية الشيطانية. وبيكمل It's ironic, really. That through the application of science, we have in many ways been given the power to play gods ourselves. بالإضافة إلى أنه باستخدام الخيمياء بين قوسين العلم
ما كان الأب من صنع الهومونكولس واللي هو أقوى من البشر. وما توقف الأنمي عند هذا الحد، فتم تصوير رجل الدين بأنه مجرد مخادع، ومن خلال الخدع والمعجزات المزيفة وبحجة أنه كلمته هي كلمة الإله، بيستغل الناس لحشد جيش من الأتباع اللي ما بيخافوا الموت في سبيل تحقيق أطماع. I am the sun god's chosen emissary. My word is the word of Leto himself. Shoot him, Rose. It's God's will. You could do anything with the Philosopher's Stone, right? So why waste all that power performing phony miracles? Because with each miracle, I can attract new believers to the Order. Believers who would lay down their lives for my sake. I'm slowly building an army, a legion of holy warriors, unafraid to die. وهذا ممكن يقصد فيه الأنبياء وليس فقط رجال الدين. ومع خفوت صورة الكنيسة، بيحكي الأنمي إنه الدين مجرد أمل كاذب اللي يتشبث فيه المؤمنين. Tell you that you have to figure it out. Stand up and walk. Keep moving forward. You've got two good legs, so use them. You're strong enough to make your own path. وبكامل الأنمي مهاجمة الدين كمفهوم، فبيظهر البشر إنهم مجموعة من الحمقى، وإنه هؤلاء المؤمنين المخدوعين اتبعوا أوامر رجل الدين وبدأوا بسفك دماء الناس اللي كشفوا خداعه بحجة إنهم وثنيين. وكيف انتهى الأمر بفوضى وخراب، وكيف أنه بطل الأنمي الملحد فتح أعينهم لما حثهم على الاعتماد فقط على أنفسهم دون الحاجة إلى المعجزات. God has given us a great trial, my children. Wicked heathens have spread insidious rumors trying to shake our faith, and now the military seeks to oppress us. But we must hold tight to our faith. The time has come to rise up, weapon in hand, and fight in the name of the great god Leto. Yeah! We fight under the protection of Leto. Down with heathens and heresy! No, don't be fooled. That man speaks nothing but lies! Can't you see that? Hold your tongue! We aren't clones of the heathens like all of you are! Human foolishness never ceases to amaze me. Manipulate a little information, spout some empty rhetoric to the believers, and you have a fine recipe for instant violence. Humans are such simple creatures. He helped open our eyes. Mine and the whole town's. We're learning to stand on our own. And we don't need any kind of miracle to do it. It's all thanks to Ed and Al. وفي سياق آخر، تم تصوير أحد الملتزمين دينياً بأنه فقط بيخادع نفسه وبيستخدم الدين كغطاء للانتقام. وفي عدة مرات كان هذا الشخص في مواجهة أبطال المسلسل أو العوام الملحدين، فتم تقديم الإلحاد كأنه الشيء الطبيعي بينما الدين هو الخلل. There's no justification for taking revenge on people who had nothing to do with it. He's just dressing his ugly lust for vengeance in the mantle of his god and calling himself an agent of justice. It's obvious that I only bring more trouble if I stay here. Well, thanks for making this easy, pal. What'd you do to him? I'll give you a moment to pray to God. You should be the one praying, freak! بالإضافة إلى ذلك، ما نسي الأنمي طرح معضلة الشر بشكل صريح، وكيف أنه بيتم ذبح وقتل المؤمنين على مرأة من الإله دون أن يفعل شيئا. وتم الاستناد إلى معضلة الشر للقول بأنه الإله هو شيء اخترعه البشر لإثارة الخوف وتعزيز النظام. You will suffer the hammer of God! God, you say? Now, this is intriguing. How much longer do you think your God plans to wait before unleashing his fury? Just how many thousands of lives must I take before he decides to strike me down? You're a monster! Open your eyes. God is nothing more than a construct created by man to inspire fear and promote order. وطبعاً هناك العديد من الكتب والمقالات اللي بترد على هاي الشبهة. وفي صندوق الوصف في رابط لبعض هاي المقالات على موقع السبيل. وفي الأنمي كان هناك إمعان في الطرح الإلحادي. فرغم إنه اللي طرح معضلة الشر وقال إنه الإله من اختراع البشر مات بسبب تشتته لما انعكست أشعة الشمس على عينيه بعد انتهاء الكسوف مباشرة بعد تأكيده على عدم وجود إله، ورغم إنه الشمس في الأنمي إلها دلالة إلهية، مع ذلك آخر كلماته كانت إنه لم يهتم يوماً بالعدالة الإلهية ولم يؤمن يوماً بالإله أو القدر، وإنه إذا كان الإله والقدر موجودين فربما هاي طريقتهم في تحقيق العدالة. Surely somewhere in the darkest depths of your heart, you began to believe that there was no God in this world at all! I myself have never believed in faith or God. If they exist, perhaps this is the way of divine justice and providence. والتشكيك الدائم بوجود الإله ما اقتصر على أشعة الشمس المنعكسة، ففي حين أن الشخصيات بتقر بإيمانها بالخيمياء إلا إنها لو أرادت الدعاء فبتبدأ الكلام بإنها ملحدة أو لا تعلم إن كان هناك إله أو لا، لكن إن كان هناك إله فترجو أن يجيب دعاء.
وحتى الحقيقة اللي أمام البوابة ما بتحكي إنها إله، بل ما تدعونه إلها. I believe in my brother and I believe in alchemy. I will not lose faith. I want to believe. I know we're not big believers in God. Maybe he could help us. This once. I don't know if you actually exist or not, God, but cut me some slack. Even a guy like me needs a break. Just please let me enjoy the happiness of having a cup of coffee with my family. And chose to covet the power of what you call God. هذا الأنمي واللي بتعرضه نتفليكس بالمناسبة مليء بالإشارات والرسائل، فعدا رموز العقائد الشيطانية اللي أشرنا فقط لبعضها، هناك أسماء المناطق وأسماء وأزياء بعض الشخصيات. مثلا تمرير الشخصيات الشاذة بحيث بيكون الشخص مفتول العضلات وبيلبس ملابس أنثوية، وكمان عناوين الحلقات وشارات البداية والنهاية واللي فيها كتابات عبرية. وبهاي المراجعة حاولت التركيز بشكل أساسي على الجانب العقائدي في الأنمي، وفي حال كانت هاي المراجعة مفيدة فلا تنسوا الإعجاب والمشاركة والاشتراك بالقناة، وإذا كان عندكم أي نقد بناء فبإمكانكم كتابته بالتعليقات. ودمتم بخير.